في لشبونة في استاد دالوش المرينج ريال مدريد وكلوب أتلتيكو يلتقيان من أجل لقب للتاريخ. التاريخ يكتب ولذلك هي الألاف المؤلفة 65 ألف من أنصار الفريقين رافقوا الكبيرين والإخوة الأعداء في ديربي بثوب أوروبي. كريستيانو رونالدو يلعب في الدالوش 10 سنوات بعد نكسة اليورو في نهائي بورتغال غريس مع أوتو ريأجل. يومها كان يافعا ولكن الليلة صار أسطورة. كريستيانو دون صاروخ ماديرا وكبير فونشال يريد قيادة الريال للتاريخ للعاشرة، بينما بركاتك يا ماريانا يا كوفازيفيتش، دياتك يا ماريانا بإذن الله. هذا هو الجديد دييغو كوستا يلعب المباراة النهائية. تلقى كارفاخال، كارفاخال يحط كرة بنزيما، بنزيما جول قبيل يطلع للصورة وفي الصورة كورتوا، كرة أولى مدريدية، كرة عنوانها كارفاخال. يلعب دي ماريا الريال بادي منيح، دي ماريا يلعب كارفاخال خطيرة، كرة في منطقة الجزاء ما فما شيء، كرة ترجع من ضربة مرمى للحارس كورتوا لمصلحة الأتلتيكو مدريد. كريستيانو رونالدو الصياد لأتلتيكو تاريخيا، سيبيرا مندي، كريستيانو دون وفي خطأ، حذاريا تضرب هنا، حذاريا تركله هنا، هنا يهيجون عليكم، هنا في داره في أرضه. كارفاخال للمرينجي، كرة تقطع ممتاز، كوستا في فاينل ثاني لتاريخ أتلتي 40 عام بعد مباراة بروكسل عام 74. الريال عازم على العاشرة، العاشرة والرهان آخر يا مدريد. ترجع كرة بالرأس، الأرجنتين اختيرة، العرضية طويلة بعيدة، ثاني مرة إسبانيا والبعيدة الكرة عن طريق راول جارسيا. البرتغالي فابيو كونتراو وكويبرس يقول ما فما شيء. الريال يتزعم حكاية ديربي مدريد ودييغو كوستا يخرج. ماريانا لم تقدر لدييغو كوستا، كوستا لم يلعب إلا 8 دقائق، مجازفة وخسارة بالنسبة لدييغو سيميوني ولعب بالنار. إن مرت في برشلونة فلن تمر في لشبونة. يمشي دي ماريا للفوز، يبحث كورة ويبعث كورة عن طريق كريم بنزيما، والكرة ترجع لكورتوا. كارفاخال، كارفاخال عرضية وكورتوا متواجد موجود. الدور ما تلقاش غير ريانا، هل يفعلها الريال العاشرة؟ كوينتراو يسمع كلمات الأغاني، لماذا لم تمرر الأسبقية ولم تمنح الأولوية؟ ديربي كرات ثابتة، ديربي رونالدو من هنا أو راسية جودين من هنا. انتظروا ساعة السفر، ساعة التنفيذ، وكورتوا لا يخطى لا يباغت. كرة عرضية خطيرة إلى الراسية صعبة، يخرج كار كاسياس كرة طويلة جاهي ولمصلحته، لذلك خارج من خسارة داخل في الربح. حذاري وكرة من راموس، راموس معذب بايرن، كاد يعذب الأنصار. حذاري من كورنر ساكن سكينة يا لاتلت، رد بالك كوكي تمشي بالراس في استاد بروكسل، وكرة خطيرة والصعبة على المرينجي موجودة. يهرب دي ماريا، يهرب دي ماريا، دي ماريا ورقة، ورقة صفرة دي كويبرز. هاجوا وماجوا هنا في استاد لشبونة، حرموهم من مرتدة قاتلة، حرموهم من كرة للهدف، حرموهم من تفوق 3-1 في الدفاع. لم يوصلها دي ماريا، يتقدم رونالدو وري وري. كرة ممتازة عن طريق دافيد فيا، كرة مرة أخرى عن طريق تياغو، وسط ميدان ممتاز، ولكن تياغو يخسر الكرة. هذه هي أعطاها رونالدو، جارث بيل، جارث بيل جول، جارث بيل، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. انتظرتها هدف وحلم بها أهل مدريد في الشباك، وانتظرها العشاق في قلب المرمى تمزق الشباك، ولكن الصياد وينز أهدر كرة للمباراة. ممتازة، خوان فران على القائم الأول، جابي يلعب الكرة، جابي 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 كوينترا وخط على فابيو. تتوتر الأجواء، الحرب النفسية، حرب الأجوار، حرب الدربيات، في حرب الرجال هنا في استاد الدالوش. يعرف فيها كارفاخال وكرة البنزيما رونالدو، والكرة الثانية أوت، خطأ، فاول موجود. جارث بيل يعتدي على لويس، وفيليبي يكسب خط عن طريق اخوان فران. واقف مليح، واقف مليح الاتلتي، يلعب واثق الخطوات، يمشي ملكا وبطلا. الكرة في الركنية للعرضية لأحلى راسية
ممكن يا رب يا فاران. كرة لفريق الأتلتيك، غابي، ضربات الرؤوس، وأول لقب حسم بالراسية عن طريق بازيل بولي للوام في منشن على فريق ميلان، وهدف أول، الهدف الأول للأتلتي. جول 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 جول، عملوها بالرؤوس، ضربوهم بالرؤوس، قاتلوهم بالرؤوس، ويتقدمون في أواخر الشوط الأول 1-0 الريال. إيكر كاسياس لم يقدر، والكرة الأولى في الجول عن طريق جودين، عن طريق الأوروغواياني ابن السلستي، يضرب برشلونة ويقهر الريال. من أين لك هذا؟ من أين الرأس هذه؟ من أين يا ابن السلستي يا ابن مونتفيديو؟ خارج الكرة للريال، جارد بيل يهدر كرة الكوبا في شوط أول لم تنتهي بعد. يمشي كرة عن طريق دي ماريا، العرضية وركنية للمرنجي، هدف الآن يقلب الطاولة على أتلتي بتاريخي الأتلتي. يمشي كرة خطيرة بالرأس، الكرة فيها أوف سايد وركنية، ركنية للأتلتي، هاج الأتلتي بغيابات الأبيض بالرأس الري، كرة بطولة جودين ودافيد فيا، دافيد فيا ويعود من جديد، عاد فيا الشباب، عاد فيا لأيام المونديال. كأس اليوم، شامبيونز الليلة، هي تساوي 10 من أمثالها، لأنها أمام الغريب، أمام الإخوة الأعداء. يمشي مودريتش محصور بين اثنين، ديفيد بيرزا قريب، يرجع للخطة للمرنجي، تثبيت الحلم، يرجع كرة بالراس، يرجع كرة جارد بيل، جارد بيل ما يصلحش خطر راس راس. ماذا أقول؟ أتلتيكو ياكل الجو، أتلتيكو بالطول والعرض، كرة الهدف الثاني، أوري، كرة أخرى لأتلتيكو، يستهلون، في الدقيقة 50-55 على أتلتيكو مدريد، فريق بريسي 90 دقيقة في نهاية موسم ما يتعبش، خطيرة جدا، الريال ورقة، فماش كلام، فماش كلام يا ميراندا، ولكن جمهور الريال هاج، إيش يعمل بالورقة حاجته بالأهداف؟ جارث بيل يحب يسدد، ورونالدو موجود، من سيضرب الكرة؟ هي كرات كريستيانو، رونالدو يمشي، شفت حسيت شميت، كأنها صدقوني ستنزل الميدان، ترجع كرة بالراس، خطيرة فرون، ربا أوت، ورا برا، ثلاثة كرات، كأس الكؤوس الأوروبية، الأوروبا ليج، السوبر الأوروبي، الإنتر كونتيننتال، يبقى الشامبيونز يلعب ثلاثي، ولكن أهدرها لوبيز، وتداركها كارفاخال، وضاعت الكرة يا خال، ركنيات التفوق للأتلتيكو، يا جودين، تمشي كرة من جابي، والكرة عرضية، والكرة خطيرة للدوس، كرة الدوس الثانوية للأتلتيكو، إيكر كاسياس يعاني. الريال يعاني، هل يفعل أتلتي؟ الكرة ترجع في كل مكان ممنوع، يدخل مارسيلو بديل كوينتراو، يدخل إيسكو، ممكن بديل لمن؟ بديل لسامي خضيرة، يلعب بالنار كارلو أنشيلوتي، ممكن شوية مبكرا انه يلعب الكل في الكل، بنزيما ماشي مع الماشيين، رجع مع الراجعين، ولكن لا يخطف كرة للتعادل الثمين. العرضية قريبة، الراسية والريدة بالرمال، ملا روح ملا جريدة، الرماسي والجناح، الرماسي وزع كورة والري، ضاعت يا المرنجي، كورة قريبة جدا للتعادل الأبيض، البيت الأبيض يحتاج إلى هدوء. الضربة الراسية ملك وامتلاك جودين، في أسبوع أبكى برشلونة وحاليا يبكي مدريد الريال، فما شوف سايد الثاني جاي بسلو، ممكن يهرب يوزع كوكي، كوكي كوكي لوبيز، وثالث ركنية، يحاصرونهم هنا في لشبونة، زنجا زنجا بيت بيت، ركن ركن دي كوموندوس، ترجع الكرة عن طريق بنزيما، يخرج راول جارسيا عنده انذار، والمباراة قوات وخايف عليه من السطرة الثانية، يكمل بسوسة سوسة وما يلعبش بعشرة ضد 11، ترجع الكرة لمودريتش، مودريتش 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 خطيرة، مودريتش خطيرة، بنزيما بنزيما، كرة ليسكو ليسكو، ري ضربة مرمى للكورتوا، القلوب تواصل الخفقان، والدقائق تواصل في جولتها، مارسيلو يلعب كرة على القائم الثاني، جارد بيل بمنطقة الجزاء، وفي لمسة يد، في لمسة يد، الريال ليس له بانكين، مارسيلو دي ماريا، دي ماريا خطيرة، لماذا لم يسدد؟ كرة للأتلتيك الاثنين، خطيرة وري، وكرة
خطا ارجع كره لكر كاسياس ورقه صفراء ورقه صفراء المرابيه يربح كل شيء ستضيع على الكاس ارجع كره خطيره جدا نوري محاولات بالجمله جارث بيل جارث بيل يهدر من جديد الريال في الفورسينج الاخير ارجع كره يسكو الريال برافو يا فران برافو يا اخوان فران ولكن في خطا اليونان واليوم خساره ايضا حاليا ولكن ما زالت خطيره والكره ترفض الريال كره ترفض كريستيانو رونالدو ودييغو سيميوني ابدا يقرب وابدا يسيح يسار والكره ترجع والمره على اليمين يهرب جارث بيل يهرب جارث بيل يهرب جارث بيل مش ممكن يا بيل مش ممكن يا بيل ماذا تفعل يا بيل ماذا تفعل يا بال ماذا تفعل يا بيل مش تفعل هذا مش ممكن مش معقول هرب بتيجي بيه لكن تخلف المحطة الآن يغادر بنزيما يدخل مرتا لعلك تجد في النهر ما لا يوجد في البحر كرة ليسكو ليسكو جيب الكرة كارفاخال كارفاخال عرضية خطيرة ليسكو والريال غير محظوظ بالمرة الكرات تتواصل لأتلتيكو يعاني الآن الريال يكشر على روح الفريق الأبيض الهدف قادم الهدف نهائي والكرة ترجع من عمق الدفاع لولا أن البطولة أوروبية لولا أن الاتحاد الأوروبي يصرف عليها لطالبت رسميا على الهواء عبر بي سبورتس أن يتثبتوا من المنشطات يا العالم يحط كرة مارسيلو مارسيلو برشا كرات عرضية خطيرة جدا للريال عنده كرة عنده شانس وكورتوا الطويلة أقوى من الجميع أقوى من الجميع النسر كالقمة فوق فوق القمة دي ماريا دي ماريا القائم الثاني ترجع رونالدو هوري مش ممكن ضرب جزاء مارسيلو يقلب الفاينل في الشوط الثاني كرة عند الخير والراسية هوري ركنية للريال هذه روح الريال هذا أداء الريال والكرة من مودريتش يمشي مودريتش يخطأ فيش كلام يخطأ ما فيش كلام 86 دقيقة بيضة هي أولى ترجع بالراس يقول له يا الخو ما أقصر أتلتيكو علينا وخبيرة بلكة التونسية يقول له ذبحونا برشا يا أخويا والليلة الأتلتي كارفاخال والكرة في الدفاع والكرة خرجت سليمة كرة للمرنجي عن طريق الفار مراد تخرجوه القدر بالفعل لن تنسى حاليا يا كاسياس الشامبيونز ضايعة بسببك دي ماريا دي ماريا والكرة ترجع إلى ركنية ركنية ميرنجية ملكية بيضاء ريالية والكرة من مودريتش آخر كرة تمشي بالرأس جولاتو جولاتو ديال ميرنجي ريال 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 مدريد 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 الميرنجي يتعادل قبل الأخيرة ضاعت والأخيرة دخلت قبل الأخيرة ضاعت والأخيرة ضاعت الأخيرة دخلت واحد واحد يا المرنجي واحد واحد يا الريال أنا محذركم يا الأتلتي أنا ما أقول لكم شوارزنباك البارحة شوارزنباك والليلة سيرخيو راموس اكتبوا سيرخيو راموس اسم ملكي على قبيلة الملوك راموس 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 جولاتو 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 ديل كازابلانكا ريال مدريد يزفر فاندرفيلد يبكي يبكي بمرارة يتذكر هدف للتاريخ عن طريق منقذهم لا رونالدو ولا بيل ولا والو الليلة ليلة راموس هدف لهدف شكرا شكرا يا راموس لأنك انقذت تاريخي شكرا يا راموس لأنك لم تعكر تاريخي أنا شيخ في 33 أريد الاعتزال على شيء كبير أنا غلطت أنا ذبحتكم أنا خسرتكم ينطلق الشوط الثالث من مباراة الريال أتلتيكو في ديربي الأحلام وكرة خطيرة من سوزا وراموس دي ماريا دي ماريا عرضية دي ماريا وميراندا لا يخطى مارسيلو تحب الكرة مارسيلو يدخل مارسيلو صعبة جدا دي ماريا وكرة خطيرة مدريدية وموراتا ما يبقاش في مكانه جارث بيل يهرب الآن جارث بيل وكرة ضاعت من جارث جارث بيل إجرام مشيت والكرة من مارسيلو فما خطا فما ورقة فما خطا فما ورقة الهولندي طبق القانون بالحذافير أحلى كرة أو أحلى باراد رونالدو بنية دقيقة رونالدو خطيرة وركنية الركنية للريال ويتحسر كريستيانو تنبو على الآن تمشي كرة أتلتيكو مدريد العرضية خطيرة ترجع كرة ركنية
ركنية آخر كرة الأتلتي عنده كرة مازالت المباراة والمقاتل راموس يمشي الكروس يمشي التوزيع هذه الكرة عن طريق الفارو موراتا وركنية ديماريا الرأسية خطيرة وكرة ضاعت من المرين لما فيلم الهنيدي قال هي بردت ملها بردوا فريق أتلتي راموس يلعب كرة والدفاع كرة للمرينجي سيضرب مودريتش يسدد لوكاس والكرة عن طريق موراتا يهرب الكرة عن طريق ديماريا 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 شجريه ديماريا يهرب ديماريا 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 جول 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 جولاتو ديال ريال اكي جارث بيل جارث بيل جارث بيل اسوأ لاعب في المباراة يحقق العاشرة الأسطورية الله يا بيل يا راضي والديك يا مرضي والديك جاب الري جاب كاس بلاتيني مش ممكن أسوأ يوم لجارث بيل في المرينجي يسجل الثانية للريال جارث بيل عن طريق ديماريا يا البيل البي بي سي يحضر خطيرة جدا وخطة للريال سليم على الريال 2002 في كوريا واليابان والريال حقق التاسعة وش يعمل ايش يعمل إيكار كاسياس يا إيكار يا كاسياس ماذا تفعل الأولى قلنا قل التركيز لا تبكي أيتها الشقراء الأحمر والأبيض عائد وسيعود لا تكلم الليلة فلا أضمن لك هذا يعطي كرة خطيرة والريال مدريد ألفونس الثالث عشر هو من سماهم الريال في 1920 مارسيلو جولاتو التيرسيرو ديل ملكي التيرسيرو ديل مرينجي مارسيلو ودي ماريا يقلبون الطاولة على الأتلتيكو مدريد بالثلاث يا الريال بالثلاث يقسمون بالثلاث يحلفون بالثلاث الكأس بيضاء ملكية بجدارة واستحقاق انهار الروخي بلانكوس انهار الهنود وتمكن الريال من الظفر بالعاشرة الأسطورية لقب عاشر يا المرينجي الريال 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 وضرب الجزاء صدق أو لا تصدق ضرب الجزاء ما أقصيك يا كورة ما أقصيك يا كورة رونالدو 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 الكوارتو ديل مرينجي الرابع للريال الرابع للريال هاي الكرة اكسترا تايم الثاني انهيار لأتلتيكو مدريد انشيلوتي يعادل رقم بوب بيزلي ثلاثة الشامبيونز ليج ومش ممكن مش معقول مش ممكن الآن فما توتر الأجواء ويقود الأجواء المتوترة دييغو سيميوني لا يا دييغو أنت الآن من أبرز مدربي العالم من سمعتك لتاريخك أنت قدمت الكثير هذه الكرة لغالب ولكن الآن تتوتر الأجواء فما استفزاز من المدريديين ولكن هي طبيعة الديربي ديماريا يفهم لغة ابن البلد ويحاول تهدية دييغو سيميوني ولكن خسارة في الثواني الأخيرة توترت الأجواء واشتعلت النيران الليلة لم تكن سالمة في لشبونة 2002 الهدف الساحر أجمل هدف في تاريخ الشامبيونز والنهائيات لزيزو زيدان 2014 لاديتشيما ديل مرينجي العاشر للريال القضاء والقدر كتب العاشر للريال بمعاناة كبيرة ولكن يحسب لراموس هذا الهدف زيدان 12 سنة بطل أوروبا بعد أن كان لاعب اليوم كمساعد المدرب أنشيلوتي للتاريخ يحقق الشامبيونز الثالثة كمدرب ديماريا كان ضايع ديماريا كان خارج ولكن أنخيل عاون كثيرا المرينجي في دوري الأبطال الريال بطل ولا يناقش أحد 11 مباراة فائز تعادل وحيد وهزيمة وحيدة الملك قلت لكم أنه إسباني وملك إسبانيا ولكن هو مدريدي القلب والهوى وهو يعبر باللسان لكاسياس أرعبتموني بيني وبينك ولكن فزنا بالأخير أربيلوا خيسي هذا ريال 2014 فكيف سيكون مرينجا 2015 ممكن ببوغبا وممكن بسواريز معهما الريال سيكون دنيا أخرى
النوفينا حضر فيها فقط من هذا الجيل كاسياس، وفي الدسمة يرفعها كاسياس آخر كابتن رفعها 2002 هو فرناندو ييرو. تتوالى الأسماء، تتعاقب الأجيال، والريال يبقى نادي البطولات. ترفع العاشرة العالية الغالية يا إيكار، كاسياس والريال كامبيون دي أوروبا، الشامبيون دي أوروبا، بطل أوروبا، الكامبيون دي أوروبا. لا جازيتا ستفرح للريال من أجل كارلو أنشيلوتي، والماركا صاحبة الرداء الأبيض ستعنون لديه سيما ميتيكا أسطورية يا المرنجي.